أنا مرشح للرئاسة. إن الرئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. وفقا للمادة 49 من الدستور اللبناني. بتأمل انه الشيء اللي عم بينعمل اليوم واللي رح ينعمل بكره وبالايام القليله المقبله يكون بدايه لحل كل الازمه اللبنانيه برمتها، وبتأمل انه نحن اليوم نكون على عتبه جديده من تاريخنا الوطني ومن تاريخنا القومي، حيث انه كل اللبنانيين ممكن يتفاهموا كلهم سوا لايجاد الحلول المناسبه للازمه اللبنانيه. اليوم الوضع الموجود بالبلد بيفرض علينا كلنا سوا نتوحد مع بعضنا، نتفق مع بعضنا، ننظر للمستقبل بكل أمل وبكل تفاؤل. هيدي تعاليم مدرسة بيير جميل. ما بحياتنا يئسنا، ما بحياتنا خفنا، ما بحياتنا تراجعنا، ما بحياتنا ركعنا، ما بحياتنا هربنا. اليوم حين الوقت انه كل الرهانات يلي 8 سنين رهلنا عليها نبلش نوضعها موضع التنفيذ. ايدي بايدكم، ايدي بايد كل لبناني مخلص لنوصل على الشيء اللي بدنا اياه ويلي من اجله كل شهداء لبنان، شهدائنا والشهداء الاخرين كلهم ماتوا من شان نظره معينه للبنان. اليوم حين الوقت انه هالمسائل هيدي كلها تتحقق. ايدي بايدكم وانا متكل عليكم وعلى كل المخلصين لنتساعد ليقوم لبنان من كبته ونرجع نعمر لبنان يلي عمره 6000 سنه ويلي ما بيموت. الشيخ بياري اللي اجى بشرح العظيمه هبخ لبنان. هيدي مسؤوليتنا كلنا سوا، هيدي الامانه يلي بين ايدينا، ونحن ما تعودنا نخون الامانه الا دائما الامانه يلي كانت موجوده بمسؤوليتنا كنا نحافظ عليها وننميها. والامانه اليوم اسمها لبنان. توكلوا على الله والطريق كله امل، طريق كله عنفوان، طريق كله كرامة، كله أمن وكله حرية. ما بحياتنا اختلفنا مع بعضنا، ووقت يلي كنا نختلف كنا دايما نقدر نوجد الحلول والأساليب يلي كفيلة انه هالحوادث هيدي تنتهي. وقت يلي الغريب حط ايده بشؤوننا الداخلية صار يلي صار، ووقع 100,000 قتيل بينهم المسلم والمسيحي، مصابي الحرب وكل المهجرين لأي فئة تمولة أو لأي منطقة تمولة. وهنا سقط الحلم الكبير، سقط الرجل وبقيت الرسالة، وكان لبنان في وداعه في بكفية. الله معكم يا صغار، الله معكم، الله يكبركم. بشير هو بالسماء عم بصلوا مشانكم، الله يكبركم، ان شاء الله بتتوفقوا. الله معكم، الله معكم.